تحدد هدفك جيدا قبل حفظ القرآن؟ هذا السؤال يجب أن توجهه لنفسك قبل أن تبدأ في هذا المشروع. لماذا أنا أحفظ القرآن؟ أحاول أن تكون الإجابة أني أحفظ القرآن حبا في الله وابتقاء مرضاته والفوز لسعادة الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا هو الهدف فتكون قد قطعت نصف الطريق في الحفظ. وحاول أن تجلس وتفكر وتتفكر بفوائد حفظ القرآن وكيف سيغير حياتك كما غير حياة من حفظ من قبلك. يجب أن تعتقد أن الله سييسر وسيسهل لك حفظ هذا القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مذكر؟ سورة القمر آية 17. والله أعلم.